صوت المواطن. 3 أعوام من تكدس المعاملات، 3 أعوام تعطلت فيها المصالح، 3 أعوام محكمة بلا قضاة. مضت أكثر من 3 أعوام يعاني فيها أهالي مركز النويعمة من عدم وجود قضاة يحكمون قضاياهم وينهون معاملاتهم المتنوعة من صكوك ومخططات سكنية ومزارع وأملاك خاصة وغيرها من القضايا الكثير المكدسة. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. يشكل القضاء محوراً هاماً من محاور الاستقرار الاجتماعي والاطمئنان النفسي في أي مجتمع وعبر التاريخ، وتحت أفيائه الوارفة تدور عجلات التنمية ويعم الازدهار، وفي غيابه تسود الفوضى وتتفشى الجريمة ويتجرأ المارقون وضعاف النفوس على حرمات الآمنين واستباحة الحقوق التي كفلتها الشريعة. هنا تكمن مشكلة أهالي النويعمة في محافظة وادي الدواسر، والتي خلت محكمتهم من قاضيها فذاقوا الأمرين في تعطيل قضاياهم وتعطيل مصالحهم القانونية. ولذلك طالب أهالي النويعمة وزارة العدل في إيجاد حل لقضيتهم وإيجاد قاض متفرغ لمحكمتهم. فهل ستطول معاناتهم بلا قاضي؟ أم ستنجلي هذه الغمامة في القريب العاجل؟ لبرنامج السد الإخبارية، عمر الجراد، الرياض. معنا في هذا الموضوع أعزائنا المشاهدين الشيخ عبد الرحمن بن نوح، وهو وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية. مرحبا بك شيخ عبد الرحمن. يا هلا، حياكم الله، حييك وحيي الأخوة المشاهدين. الله يحييك. يعني إحنا نبغى نوضح الصورة للمشاهد في عدم وجود قضاة بمحكمة النويعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أن أنوه بالدعم اللامحدود الذي يحظى به القضاء في المملكة العربية السعودية ماديا ومعنويا من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده حفظهم الله، وتأكيدهم على ذلك في كل مناسبة. كما أؤكد على حرص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في سد احتياجات المحاكم وكتابات العدل في كافة مدن ومحافظات ومراكز المملكة العربية السعودية، ودعمها بالكوادر القضائية والعدلية المؤهلة تأهيلا علميا عاليا. نعم. والمجلس والوزارة تراعي في سد احتياجات المحاكم وكتابات العدل وفق مؤشرات عدلية دقيقة تقنية، ومن ذلك النظر في الإحصائيات. نعم. في كل محكمة وكتابة العدل. طيب. بالنسبة لمحكمة مركز النويعمة. نعم. شأنها شأن أي محكمة من المحاكم، ينظر إليها وفق المؤشرات العدلية التي ذكرناها والإحصائيات. وش المؤشرات وليش صار فيها الخلل؟ ولكن وأذكر لك يا أختي الفاضلة أن المجلس الأعلى للقضاء وجه لها في الجلسة الماضية قاض، وسيباشر قريبا إن شاء الله تعالى، ولكن يعني يحدث أحيانا أن يعني يحصل عذر طبي للقاضي الموجه، ولكن سيباشر قريبا مع التأكيد. لكن كم هي وفق الاحتياجات والدراسة شيخ عبد الرحمن، يعني احتياجاتها هل هي تحتاج إلى قاضي واحد فقط يعني ولا؟ نعم، هي محكمة يا أختي الفاضلة تبعد عن محكمة وادي الدواسر حوالي 7 كيلومترات، ولذلك كلف رئيس محكمة وادي الدواسر بسد حاجة المحكمة و النظر في يعني إنهاء معاملات المواطنين حتى يباشر هذا القاضي، بمعنى أن المحكمة الآن ليست شاغرة. كما أؤكد أن يعني الوزارة دعمت المحكمة بكاتب عدل، مع أنه ليس في التشكيل، يعني لا يوجد كتابة عدل، لأن المحكمة تقوم بأعمال كتابة العدل، ومع ذلك تم توجيه كاتب عدل للقيام بأعمال التوثيقية والعدلية في هذه المحكمة. وبالتالي المحكمة الآن يوجد فيها قاضي وكاتب عدل لإنهاء معاملات الناس والنظر في قضاياهم
وفق ما ذكرنا لك اختي الفاضلة. نعم، لكن ليش تأخرت يعني؟ ليش جلست فترة يعني؟ فقط لأن القاضي مرض أو ما؟ لا لا لا، هي ما جلست فترة اختي الفاضلة، هي المحكمة تشغل بالندب، أي محكمة من المحاكم إذا وجه لها قاضي في فترة التوجيه، في الفترة التوجيه هذه لا يمكن المجلس أنه ينقل قاضي إلا ويوجه إليها قاضي، ولا ينقل القاضي حتى ينهي أعماله الجاهزة، يعني أعماله القضائية الجاهزة للبت. وبالتالي فأؤكد لك يا أختي الفاضلة أنه لا يوجد يعني الآن المحكمة فيها قاضي وفيها كاتب عدل لسد احتياجات الناس. نعم، شكرا جزيلا لك الشيخ عبد الرحمن. شكرا لك وللإخوة المشاهدين. وكيل وزارة العدل لشؤون القضائية، شكرا جزيلا لك.